اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. طوال هذه الايام كان الاحاديث تجري يعني عن محاولات ل يعني التحقيق من قبل القوى العمليه السياسيه وربما من قبل الحكومه في من هي القوى التي يعني تعبث بامن العراق وتعبث بامن المواطن وتستهدف المتظاهرين. الميليشيات طبعا يعني قبل هذا تقول يعني انها جزء من الدوله وانها بامره القائد العام للقوات المسلحه وانها منضويه تحت اطار ما يسمى بالحشد الشعبي، فهي مؤسسه امنيه. طيب كيف يمكن اثبات ذلك اذا كانت كل قوى الحشد الشعبي غالبيه دعنا يعني حتى لا يزعلوا غالبيه قوى الحشد الشعبي، وانا اقول كل قوى الحشد الشعبي لا تأتمر ولا تسمع للقائد العام للقوات المسلحة كلمة، وتتصرف على هواها، تتصرف بمشروعها وأجندتها الخاصة، ولديها توجيهات من مراكز من خارج البلاد تنفذها كما تريد، وأقصد إيران. هذا واقع الحال الحقيقة، وعندما يمسك ومسك، وهذا واقع حال كل العراقيين شهود عليه، عندما أمسك ب 14 من ميليشيات الحشد الشعبي يقومون بقصف المنطقة الخضراء ولديهم صواريخ، وقالوا يعني مسكنا جهاز مكافحة الإرهاب، قال مسكنا معهم مبرزات جرمية وهم مجموعة من الإرهابيين. هذا واقع الحال، لأنه يعني مواطن في محافظة معينة يتكلم بالفيسبوك كلمات قليلة أو في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي يمسكونه ويضعونه تحت سلطة 4 إرهاب ويعتبرونه إرهابي، ويمسكون مجموعة تقصف وتضرب بالصواريخ ولديها قواعد ومبرزات جرمية لا يقولون عليهم إرهابيين. طيب مسكوهم وثارت ثائرة الميليشيات وحاصرت جهاز مكافحة الإرهاب وأخرجتهم من المنطقة الخضراء وداسوا على صور القائد العام للقوات المسلحة ببساطيهم وتوعدوه أمام العدسات بالثأر والقتل وإزالته من مصر. هذا واقع الحال، هذا ليس من عندنا الكلام، هذا جرى وكل العراقيين شهود عليه، وكل من اطلع على وسائل الإعلام وشاهدهم يعني على شاشات التلفزيون، هذا واقع الحال. إذا هم ليسوا جزءا من الحكومة مثل ما يدعون، وليسوا تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة، والقائد العام للقوات المسلحة لو كان ليس منهم وليس من هذه المنظومة وكان من جهة وطنية مثل ما يقول، وكان قد جاء لأجل العراقي لتحدث بهذه اللغة وأكثر، ولا قال الحقيقة ولا أشر هذه الحقيقة، وقال هؤلاء ليسوا بإمرتي وهؤلاء خارجين عن القانون وعلي أن أحاسبهم. هذه الحقيقة. عندما عاد من أمريكا وقال لدينا تفاهمات مع الجانب الأمريكي، لدينا خطط ومشاريع اقتصادية ولدينا دعم منهم، ثارت ثائرتهم وإذا بهم ينتقدونه انتقادا قويا ويقولوا كل كلام لا يعنينا، نحن سننفذ بأيدينا ما قرره البرلمان العراقي. البرلمان العراقي الحالي هو مجاميع مؤلفة من هذه الميليشيات، هذا واقع الحال. فبالتالي هذه الميليشيات وهذه الأحزاب المتسلطة على رقاب العراقيين هي من تأمر البرلمان العراقي، لأنه هذه يعني هذه القوى هي التي تمثل البرلمان الحالي، هو جزء من محاصصات هذه القوى الحزبية والميليشيات. لذلك يعني لديهم ناس في الشوارع في المقرات يحملون السلاح، وناس في العملية السياسية يتحدثون بالسياسة. فإذا الميليشيات هي من يسيطر على العراق الحقيقة. لذلك قالوا احنا ماضين في خطتنا لإخراج القوات الأمريكية، رغما عن كلام رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ونحن مثل ما قال الخزعلي، قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب هذا اللي تابع لإيران، قال نحن مقاومة، سلاحنا شرعي. من يعني ما هو مفهوم المقاومة ولماذا السلاح الشرعي؟ لا أحد يعرف، لا يقول، هو يحدث هذا الموضوع. وهذا السلاح لم يستخدم ضد المتظاهرين، بل القوى الأمنية، هكذا قال، القوى الأمنية هي من قتلت المتظاهرين، هي من استهدفت المتظاهرين. اتهم القوى الأمنية والقوى الحكومية اللي هم شركائهم وفي إطار نفسه القيادة العامة للقوات المسلحة والقوى الأمنية التابعة للقائد العام للقوات المسلحة، ويتهم، قال القوى الأمنية من قاموا، ووراءهم
ورد هذول القتلة شخصيات سياسية وأمنية بالخط الأول، هكذا قال قيس الخزعلي، تقف خلفه وجود الطرف الثالث مرة أخرى عاد وتدعمه، وقسم منها جلبوا من محافظات كردستان في العراق وقاموا بعمليات الاغتيالات من محافظة، وقصد يتحدث عن أربيل، قاموا بعمليات الاغتيالات والاختطاف للمتظاهرين، وأن الحشد الشعبي ثبتت براءته. كيف؟ لا أحد يعرف، هو يقول هكذا. كيف يمكن أن تمر يعني هذه اتهامات واضحة لقوى الحكومة والقوى الأمنية والقوى العسكرية بأنها هي من قتلت المتظاهرين، هي من تقتل الشعب، كيف تمر هذه الاتهامات هكذا ولا يقف عندها رئيس الوزراء ولا القائد العام للقوات المسلحة ولا القائد العام للقوات المسلحة ولا الأجهزة الأمنية؟ لماذا لم تقم القوى الأمنية ولماذا لم يصدر الكاظمي أمرا باعتقال قيس الخزعلي والتحقيق معه على هذه التهم التي وجهها القوى الأمنية والقوى العسكرية لم تكن هي فعلا مشتركة وهي يعني الوجه الآخر للميليشيات التي تقتل العراقيين؟ هذا الحقيقة عندما يتهمهم هكذا عليهم أن يحققوا معه، يعرفوا، يقدمون العدالة لكي يعرفوا يعني لماذا يتهم المنظومة الأمنية والمنظومة العسكرية في العراق بهذا الشكل، يشكك في ذمة وضمائر وأخلاق شركائهم في العملية السياسية القوى الكردية، لأنها قال تشكل الطرف الثالث وهي تقتل المتظاهرين وتخطفهم وهي من تفسد في البلاد وتستهدف استقرار البلاد. تحدث عن 23 مجموعة قيس الخزعلي تتولى الاغتيالات وثارة الفوضى وموجودة في محافظات النجف وكربلاء والبصرة وذيقار، وتم تدريبهم، قال دربوهم بالأردن بإشراف المخابرات الأمريكية والإسرائيلية. هكذا يتحدث ولا أحد يرسل وراءه ويقول ماذا تتحدث أنت، ماذا تقول، كيف لم يجلب إلى التحقيق، كيف لم يعتقل؟ هذا الكلام يعني، وبعد ذلك تلومون المواطن إذا ما قال هذه دولة ميليشيات. هذا واقع الحال في العراق. المواطن عندما يقول أن العراق لا دولة وأن العراق إذا كان دولة فهي دولة ميليشيات، هذه الحقيقة، وهذا عليكم أن تتقبلوه أنتم كلكم بمجموع القوى الأمنية والعسكرية والميليشيا والمسؤولين عن قتل المواطن، عن الفساد، عن الخراب، عن الاغتيالات، عن التدمير، عن الخراب كل الذي حل في العراق 17 سنة. وإذا من المواطن تحدث بذلك تريدون أن تقطعوا رأسه. هذا واقع العراق، هذا واقع العراق الديمقراطي الحر المستقل الذي بشروا به من 17 سنة لحد الآن، وما زالوا يدافعون عن هذا المشروع الشاذ الذي يعني يتقصد تدمير العراق وقتل العراقيين. وقت هذه الحلقة قد انتهى، ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله.